لكن الأمور كانت غير هذا، لأنه يواجه إرادة شعبية، إرادة وطنية للدفاع عن الأرض والعرض. بينما في الكيان الصهيوني أنت تعرف أنه يعني بعض الدراسات تقول لك 80% من 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 الصهاينة في أرض فلسطين كلهم معهم جنسيات مزدوجة، وبالتالي في حالة اشتداد أي خطر مع عملاق عالمي مثل روسيا سيحملون حقائبهم ويفرون إلى بلدانهم التي يحوزون جنسياتها، وبالتالي تصبح يعني الانسحاب أو الفرار الصهيوني يعني يكون سلساً. وهذه يعني دولة سياسياً مرتبطة بعقيدة، فليس من الصعب على الصهاينة أن يقحموا أنفسهم في هذا أو يوصلوا أنفسهم لهذا الموصل الذي لا تحمد عقوبته.